بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يعطيكم الصحة والعافية. تعتزم إدارة مجمع الخليل بن أحمد إقامة الجلسة العمومية للآباء والمعلمين الأسبوع القادم عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز، وستكون طريقة اللقاء عبر الاتصال من قبل ولي الأمر للمعلم، وذلك للاستفسار عن المستوى التحصيلي والسلوكي للطالب. في هذا المقطع توضيح طريقة عمل اتصال ولي الأمر بالمعلم. أولاً، يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول لبرنامج تيمز بحساب الطالب الخاص بمنصة مدرستي والذي يبدأ بحرف S. بعدها يمكن إجراء الاتصال بالمعلم عبر التطبيق إما في جهاز الكمبيوتر أو الجوال. طريقة الاتصال في التطبيق عبر جهاز الكمبيوتر: بعد الدخول على تطبيق تيمز ستجد شريط أوامر على يمين الشاشة وبه تبويب المكالمات. نضغط على المكالمات، بعد ذلك نضغط على إجراء مكالمة. نقوم بكتابة المعرف الخاص بالمعلم في هذه الخانة، وستقوم إدارة المدرسة بإرسال معرفات المعلمين لأولياء الأمور إن شاء الله. بعد كتابة المعرف الخاص بالمعلم سيظهر اسم المعلم، نقوم بالضغط عليه. سنلاحظ وجود اسم المعلم أصبح موجودا في هذه الخانة، ونقوم باختيار طريقة الاتصال الصوتي أو المرئي، وسيقوم المعلم إن شاء الله بالرد عليك والإجابة على الاستفسارات الخاصة بالطالب. وفي حال الرغبة في إجراء الاتصال عبر تطبيق الجوال، نقوم بالدخول على التطبيق بحساب الطالب الخاص بمنصة مدرستي، نضغط على كلمة مور أو المزيد، ونضغط على كولز أو الاتصال. في نظام الأندرويد قد تجد علامة الاتصال موجودة في بداية الشاشة. لعمل الاتصال نضغط على علامة الهاتف الموجودة في الأعلى، نقوم بكتابة المعرف للمعلم، نختار طريقة الاتصال الصوتية أو المرئية ونضغط عليها، وسيقوم المعلم إن شاء الله بالرد عليك الإجابة على استفساراتك الخاصة بالطالب. كما يمكن التواصل في أي وقت مع المعلم وذلك عبر منصة مدرستي وإرسال استفسار. بعد الدخول على المنصة بحساب الطالب نضغط على غرفة المعلمين الموجودة في يمين الشاشة، ستظهر أسماء جميع المعلمين، نضغط على إرسال تحت اسم المعلم ونكتب البيانات مع إمكانية إرفاق ملف وبعدها إرسال، وسيقوم المعلم بالتواصل والرد. يعطيكم الصحة والعافية. مجمع الخليل بن أحمد التعليمي بالقطيف يتمنى لكم عاما دراسيا موفقا، ودمتم بخير.